بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في هذه الحلقات المتواصلة لندرك فيها دلائل النبوة. رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رعته عناية المولى جل جلاله وتعالى في علاه منذ صغره، وفي ذلك مظهر عظيم من مظاهر النبوة. بعض الناس ربما يظن أن لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره وهو طفل صغير ربما لا يأبه لها، والناس دائما بل ربما علماء السير يركزوا دائما على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. وطبعا النبوة التي أوحى الله عز وجل بها الوحي الإلهي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه بعد سن 40 يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطاه الله هذا الشيء في هذا العمر لتكامل العمر، لأن الإنسان إذا بلغ 40 تكامل عقله. ولكن لا يعني ذلك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا تعني لنا شيء، وهذا من الخطأ الفادح، بل بالعكس تماما. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الولادة فيها يتجلى مظهر النبوة. فلو نظرنا مثلا إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا تلك المظاهر العظيمة لإعجاز الله عز وجل للناس في كيفية ولادة النبي، لأن ولادة الرسول ليست كولادة غيره من البشر. ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر فيها معنى من مظاهر النبوة الفذة العظيمة. كيف بنا ونحن نسمع وينقل لنا عبر علماء السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد ظهرت علامات عظيمة؟ من تلك العلامات مثلا انطفاء نار فارس التي كانت تعبد منذ زمن بعيد، غارة بحيرة ساوة التي كانت تعظم عند اليهود، الأصنام في مكة نكست رؤوسها. إذن هذه كل المظاهر تدل دلالة كاملة على عظمة هذا المولود وعلى عظمة هذا المخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشب في عمره ليس كشباب الناس، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشب أكثر من الناس العاديين. الله سبحانه وتعالى جعل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من المظاهر التي تتجلى فيها النبوة، مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى لأغنام قريش على قراريط بسيطة، يرعى مع كثير من الناس. يوم من الأيام قال للذي كان يرعى معه: أنا أريد أن أحضر شيء من ما يعمله أهل قريش في الزمان من الأفراح ومن الأشياء البسيطة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر هذا الأمر، فكان يتناوب هو وذلك الشخص الذي كان يرعى معه بالغنم. لما كانت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم ليريد أن يحضر هذا الفرح، ألقى الله عز وجل النوم عليه، ألقى الله عز وجل النوم عليه حتى لا يتلطخ ولا يتلبس بهذا المظهر الذي ينافي النبوة. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على إنها النبوة. يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن بعثه الله وابتعثه للناس، ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة قريش 13 سنة. في ذلك اليوم
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عند الكعبة ليصلي. كان في خروجه صلى الله عليه وسلم حينما يصلي عند الكعبة يظهر من كثير من صناديد قريش الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي تولى كبره في هذا أبو جهل بن هشام الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ولا يترك له مجالا من المجالات لكي يتعبد الله عز وجل عند البيت، مع أن البيت كان معظم حتى عند الكفار، ولا يمنع أحد كائنا من كان أحد يريد أن يعظم البيت ويطوف به لا يمنع أبدا، إلا أنهم أرادوا أن يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان الطاهر. فخرج في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي، فقال أبو جهل لأصحابه الجالسين: الآن سأريكم ذلة لمحمد. أراد أن يستدل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليطأ برجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يفعل ذلك، أن له أن يفعل ذلك مع رجل، مع إنسان أيده الله تعالى بالنبوة وقال عنه: والله يعصمك من الناس. لن يخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم دام أن الله عز وجل معه. لذلك قال القائل: ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين ظاهرا وعيانا. فهو أبو جهل ظن بغطرسته وبكبريائه وبعنجهيته أن يعمل هذا العمل الخبيث، العمل البغيض، فلما أراد أن يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرجع إلى الوراء. فاستغرب أصحابه: عجيب، هذا الذي كان قبل لحظات يقول لهم: الآن سأطأ برجلي عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع وسألوه أصحابه: لماذا رجعت يا أبا جهل؟ قال: والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار. وفي رواية قال: أنني رأيت بيني وبينه بعيرا فاغرا فاه، وجدت بعير فاتحا فمه هكذا يريد أن يلتهمني، ووالله لو فعل هذه الفعلة لالتهمه هذا الشيء ولوقع في شر عمله. وهذا يدل على أن هذا مظهر من مظاهر النبوة، والله يعصمك من الناس. أرادوا به هذا الذل فأرداهم الله سبحانه وتعالى. وكم من مشهد حينما نقرأ السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ويؤذى من هؤلاء المشركين الذين أبوا إلا أن يستدلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نرى أن الله عز وجل يرجع كيدهم في نحورهم ويردهم على شر أعمالهم. لذلك لابد أن نفهم أن هذا ليس بقدرة النبي لوحده ولا شيء من بواعثه يمنعهم من أن يصدوه، من أن يفعلوا به هكذا، وإنما هذا إلهام من الله عز وجل وعصمة منه جل جلاله وتعالى في علاه، حماية لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يوم من الأيام جاء سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مكة المكرمة. سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صديقا حميما لأمية بن خلف. كان حينما ينزل بمكة أول ما ينزل عند هذا الرجل، وكان يستضيفه ويكرمه حق الإكرام. وفي المقابل أمية بن خلف هذا حينما يذهب إلى المدينة المنورة أو إلى يثرب قبل أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى بيثرب، أول ما يأتي إلى يثرب
أمية بن خلف ينزل على سعد بن معاذ. فلما نزل في هذا اليوم على أمية بن خلف بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نزل من عند أمية من بيته وخرج يطوف بالبيت. فلما كان طائفا بالبيت رآه عدو الله أبو جهل، فقال: هذا اليثربي الذي آوى محمد وناصر محمد يطوف بين ظهرانين آمنا، والله لا أدعه يطوف. وأراد أن يمنع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الطواف، فتلاسنا، يعني كل منهما تكلم مع الآخر، فقال له: والله لا تطوف بالبيت وأنت آويت محمد. فقال له سيدنا سعد بن معاذ: يا هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أنه قاتلك. فقال أمية بن خلف لسعد بن معاذ: يا سعد، لا تكلم سيد قريش بهذه اللهجة. ثم نظر سيدنا سعد بن معاذ إلى أمية وقال له: وكذلك أنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقتلك. وإذا بأمية بن خلف يرتعد خوفا، لأنه يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يكذب قط، لذلك ارتعب وخاف خوفا شديدا. فلما رجع إلى منزله وحان الخروج إلى غزوة بدر، قالت له زوجته: أين تريد أن تخرج يا أمية؟ أما تسمع أخاك اليثربي ما يقول؟ قال: يقول إن محمد سيقتلك، وهو يعلم علم اليقين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وهنا يتجلى مظهر النبوة في أن سيدنا سعد أخبر أبو جهل وأخبر أمية بن خلف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتلهم. وهنا بإمكانهم أن يحرجوا الرسول وأن يكذبوا رسالته، فلو أن أحدهم آمن برسول الله لا منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلهم، ولكن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هكذا حقت كلمة الله على هؤلاء أنهم سيكونوا هكذا. وخرجوا إلى غزوة بدر وقتلوا كما قال لهم سعد بن معاذ. هكذا تتجلى مظهر النبوة في هذه الحادثة. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما جهلنا وأن ترزقنا العمل بما علمنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.